صباح الخير معاكم، انا اسراء صباح الخير فاشن ديزاينر، ودي اول حلقات برنامجي مورنينج دوز. في الحقيقه من زمان كان عندي شغف وحلم ان اكون مذيعه في مجال الفاشن والموضه، وانا هنا النهارده عشان افيدكم بخبرتي. خليني اعرفكم على نفسي شويه. انا حقيقي خريجه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، بس هي الحقيقه الحياه خدتني في حته تانية خالص. زي اي بنت بحب الموضه والفاشن، كنت عايزه احول حبي وشغفي دوت للكارير بتاعي، فاخدت دبلومه فاشن مده 3 سنين. بعد كده ابتديت البراند بتاعتي اللي هي عباره عن وومن سوتس، اوفر سايز وومن سوتس، اللي هي بتكون البدله بتكون حجمها اكبر من الريجولر سايز بتاعك بكل اشكالها واحجامها والوانها. خليني بقى اقول لكم ان انا ليه اخترت اسم مورنينج دوز، عشان حابه اني اديكي دوز او جرعه من كل حاجه ممكن تفيدك او تهمك. هيكون معانا مورنينج دوز، ودي موضه دوز، ودي هوريكم فيها كل جديد في الموضه والفاشن، وادرينالين دوز، ودي هتكون مهتمين بيها اكتر بالصحه النفسيه والمود بتاعك بشكل عام، واخر حاجه واخر فقره عباره عن هيلث دوز او البيوتي دوز، اللي هنتكلم عن جمالك وصحتك بشكل عام. خلينا بقى نتكلم يعني ايه موضه، وامتى الموضه ظهرت او اخترعت. كلمه موضه اصلا جايه من كلمه الفرنسيه لامود، يعني الذوق العام، وهي طبعا الموضه بتعبر عن شخصيتنا وطريقه تفكيرنا والتقاليد بتاعتنا وثقافتنا. وانا اقدر اعرف الشخص قدامي هو طريقه تفكيره ايه وشخصيته ايه من قبل ما يتكلم بسبب لبسه. تمام، امتى بقى ابتدت الموضه؟ طبعا الموضه زمان ما كانش فيه اسم اللي بنقول عليها موضه او ملابس دي، لا، الناس كانت بتلبس قطع من الجلود اللي بياخدوها من الحيوانات لغرض التدفئه. بعد كده الموضوع اتطور شويه لايام الفراعنه، اللي هم بالمناسبه كانوا اول ناس بيهتموا بالشكل الخارجي والجمالي ليهم، وكانوا بيضيفوا لشكلهم يعني كماليات وحاجات كتير جدا بتظهرهم باحسن صوره، وده كان بيبان في المعابد بتاعتهم، اللي كان كل معبد ليه شكل ورسومات والوان مختلفه على حسب كمان الموضه في وقتها او الحاجه المعتاده بالنسبه لهم. وطبعا الفراعنة زي ما كانوا بيهتموا بشكلهم جدا وجمالهم جدا، فكان كل حاجة بتعبر عن الثقافة والتزيين والتجميل. فالوقتي الفاشن بدل ما هي كانت حاجة بتأدي الغرض زي التدفئة، دلوقتي بقت حاجة بتورينا جمالنا وثقافتنا وحضارتنا بشكل اللبس بتاعنا. طيب بعد كده بقى الموضوع اتطور شوية ووصلنا للقرن ال19. قبل القرن ال19 حقيقي الناس كانت بتعمل لبسها بنفسها، لغايه ما وصلنا للقرن ال19 وبالظبط في الحروب العالميه الاولى والثانيه، ابتدت الاليات والمصانع اللي بتنتج اللبس تظهر بشكل كبير جدا، فالموضه ابتدت تختلف وبقى في اشكال كتير من اللبس. وحقيقي بعد ده على طول ظهرت حاجة اسمها بقى الفاشن ديزاينرز أو مصممين الأزياء، اللي كل واحد بقى بيترجم فكره أو الكرياتيفيتي بتاعته، التالنت بتاعته يعني الموهبة بتاعته في شكل اللبس. فالموضوع ابتدى يختلف كتير، يعني بقى في أنواع كتير وأشكال كتير من اللبس. بعد كده وصلنا بقى للثورة الفرنسية. ما بعد الثورة الفرنسية حصل طبعا طفرة كبيرة جدا بقى في اللبس، لأن طبعا باريس كانوا مسمينها أول حاجة عاصمة الموضة لغاية دلوقتي، طبعا من زمان ولغاية دلوقتي، وكان فيها أكبر فعاليات الموضة وأقدمها اللي هو أسبوع الموضة اللي هو بنسميه دلوقتي باريس فاشن ويك. ده كان من أقدم وأقوى فعاليات الموضة. طيب إيه أهمية بقى الموضة في حياتنا، وليه على طول عندنا احتياج أو تطلع أن احنا نعرف الجديد في الموضة؟ طيب الموضة أول حاجة هي طريقة أساسية يعني بنعبر بيها عن شخصياتنا وعن لبسنا وعن اهتماماتنا بنفسنا قصاد العالم كله. طبعا بتدينا ثقة كبيرة جدا في نفسنا أو بتعزز الثقة دي في نفسنا. وطبعا كل بلد أو ثقافة بنعرفها بسبب لبسها أو الموضة بتاعتها، وده اللي بيعمل التنوع والطابع الفريد لكل دولة. مثلا تركيا ليها لمسة مميزة كده بنقدر نميزها وسط أي موضة. كمان اللبس ليه دور كبير في تحسين طبعا الحالة المزاجية عندنا ومودنا بشكل عام، لأن احنا لو كل يوم بنلبس نفس الحاجة دوت
يعني مش هيكسر الملل اللي عندنا او روتيننا. وطبعا بيدينا قرعه كبيره جدا من الثقه بالنفس، واهتمامنا بالالوان والموضه والتجديد ده بيضيف التنوع لحياتنا وبيبعدنا عن روتين زي ما انا قلت. واي حد فينا صعب جدا يعيش على موضه واحده من غير ما يجدد، كده هتبقى الحياه كلها ملل. وعشان كده الموضه صيحاتها كتير وبتتجدد كل سيزون. بس خلينا بس نبقى عارفين نقطه، مش اي موضه ينفع تليق علينا، او مش اي موضه او ترند انا اقدر البسه او يليق بجسمي او بشكلي. لا طبعا، يعني لازم اخد بالي جدا ان انا اقدر احسن الموضه دي عشان تليق بالتقاليد بتاعتي، بثقافتي، بالسراوندنج بتاعي، باللي حواليا، بطريقه تفكيري. فمش اي موضه ابدا تليق عليا، حتى لو كان ايفن من كوليكشن قديم انا اقدر البسه لو انا مقتنعه بيه وحباه وشايفه نفسي فيه احسن حاجه وشكلي حباه، وعشان كده ثقتي بتزيد بنفسي. فدلوقتي انا بقى النهارده جايه اقول لكم ازاي تلبسوا من الموضه، وازاي تحسنوا من الموضه دي، وازاي اقدر اخد ايه من الموضه واحسنه عشان يليق بيا وبطريقه تفكيري وبشكلي وبجسمي، بافكار بسيطه وافكار سهله جدا. وانا يعني كاسراء شايفه ان اكتر كلمه مهمه في الفاشن هي السمبلسيتي. كل ما البساطه تبقى موجوده في شكل الاوتفيت، كل ما الاوتفيت بيظهر جماله وجمال اللي لابسه. فيعني فاهم حاجه يبقى شكلك شيك في اللبس، وتبقي كمان على الموضه لو انت مرتاحه وحابه شكلك، هي دي هتبقى اهم حاجه.